يعني الحقيقة أنه مصابنا كبير جدا في دكتورة رضوى، عزائنا الوحيد أنه تراثها الإنساني كإنسانة نموذج للكفاح والقبض على جمر المبادئ حتى النهاية، وتراثها الإبداعي وتراثها العلمي سيبقى ولا يموت. فيعني احنا بسأل الله إن شاء الله الجنة، ويعني يكفيها ما تركته من تراث، يعني أظن أنه عبر عن نفسه كل أطياف الشعب المصري، مش بس المثقفين والمبدعين والفنانين وعارفوا قدرها، حتى مواطنين بسطاء كانوا في هذا العزل اليوم. يعني هي رمز مهم من رموز قوة مصر الناعمه.